الأصدقاء الأعزاء الصديقات العزيزات في كل مكان مرحبا الصور اللي أنتم شفتوها هي جانب من المؤتمر الذي عقد في بروكسل بين 25 إلى 26 أكتوبر من هذا الشهر تحت رعاية مجلس سوريا الديمقراطية مسد وجناحها العسكري قوات سوريا الديمقراطيه قسد طبعا لا يخفى عن المتابع الحصيف انه مجلس سوريا الديمقراطيه هذا الكيان السياسي الذي يضم مجموعات متنوعه عرب اكراد سريان لكن يروج انه الركيزه الاساسيه في هذا المجلس هم الاكراد وطبعا هذا كلام مبالغ فيه الركيزه الاساسيه والاستراتيجيه والاقتصاديه والامنيه والعسكريه حزب العمال الكردستاني وليس الاكراد يعني هذا المجلس بتوجهه يمثل نهج ومشاريع وأطروحات حزب العمال الكردستاني الأيديولوجيه والسياسيه ولا يمثل المزاج العام الكردي هذا هذه الطروحات والأفكار الأفكار أفكار الأوجلانية أفكار حزب العمال الكردستاني مفروض مفروض يعني على الأكراد بقوة السلاح منذ مش بس 2011 2012 لا سابقا كمان هذا موضوع يعني في تقديري غير قابل للاخذ والرد يعني والادله على ذلك بالاطنان جميل ان يبادر حزب العمال الكردستاني الى لملمه الديمقراطيين أو التيارات الديمقراطية في المعارضة السورية وبيجمعها مع بعض ممتاز أه يعني أنا أفهم من حضور عبيدة نحاس أه أه وعناصر من الأخوان المسلمين أن قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية ينظر إلى جماعة الأخوان المسلمين ك يعني تفصيل من تفاصيل الطيف الديمقراطي المعارض في سوريا هذا اولا يعني واشخاص اخرين يعني ضمن المعارضه او محسوبين على المعارضه السوريه او اصحاب حراك معارض على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الكيانات اللي ينتموا اليها بمعنى كل من حضر هذا المؤتمر طبعا لم يحضر هكذا اعتباطا إنما عبر توجيه الدعوات فوفق تصور منظمي وداعمي المؤتمر أن كل هؤلاء اللي حضروا وشاركوا المؤتمر في نقاشات المؤتمر في صياغة البيان الختامي مناقشة والتصويت على الأوراق كل هذه التفاصيل وهؤلاء هم ديمقراطيون سوريون الديمقراطية مش بس أنه, أنه أن يقبل موفق نيربية مسد وقسد كجزء من المعارضة السورية ولا عبيدة نحاس نعم هذا يعني موقف ديمقراطي وحس ديمقراطي ووعي ديمقراطي لكن الديمقراطية تملي على موفق نيربية وآخرين ممن شاركوا في هذا المؤتمر أن يطرحوا بعض الأسئلة اللي أعتقد أنها وجيهة وضرورية واستراتيجية منها يعني كوادر حزب العمال الكردستاني اللي حضروا هذا المؤتمر بوصفهم يمثلون مسد مثل مثلا الهام احمد وزهاد كوباني وربما كوادر اخرى حضرت يعني في في الخفاء يعني او دون الاعلان عن عن اسماء عن اسماء هذه الكوادر والافصاح عن هوياتها لكن بالمحصلة هذا الطيف الديمقراطي من حقه الديمقراطي السؤال توجيه الأسئلة لإلهام أحمد هافال روناهي ولحسن محمد هافال زهار هل قدموا أو قدما استقالتهما لحزب العمال الكردستاني نهائيا؟ يعني بشكل موثق الانسان عندما ينتمي الى حزب يقدم طلب انتساب وعندما يستقيل من حزب معين يقدم طلب الاستقاله العلنيه اذا لم يكن يعني في مقدور الهام احمد تقديم الوثيقه التي يعني تؤكد استقالتها من حزب العمال الكردستاني بكل توجهاته ومغامراته ومهاتراته وعبثه في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان على الأقل يعني إذا لم تستطع أن تقدم وثيقة تؤكد استقالتها أضعف الإيمان أمام الحضور وأمام الموجودين في المؤتمر وكبادرة حسن النية و يعني خطوه اساسيه وحيويه واستراتيجيه في المسار الديمقراطي وفي المسار السوري ان تحدد هويتها السياسيه النهائيه. هي ممثله لمجلس سوريا الديمقراطيه ولا يمكن اعتبارها عضو وكادر عسكري مارس العمل العسكري في كردستان تركيا في كردستان ايران وفي كردستان العراق حظا روناهي ولو مشافهه امام الحاضرين تعلن استقالتها من حزب العمال الكردستاني نفس الامر ينطبق على زهاد كوباني جماعه زهاد كوباني في هذه الفتره نشطه يعني في عمل مهرجان كوباني للسينما يعني يعني مهرجان انا تناولته في في فيديو سابق والان يحضرون لمهرجان اخر له علاقه بالفن التشكيلي والتراث يعني عفرين فبيحاولوا ينشطوا على المستوى الثقافي وبيحاولوا ينشطوا على المستوى السياسي لكن بالتاكيد وبالقطع وبدون نقاش يعني في هذا الخصوص لانه انا بعرف زواد كوباني وبعرف الهام احمد يعني بشكل شخصي بعرفون الاثنين ما قبل وبعد خروجهم وربما اثناء تواجدهم في قاعه المؤتمر بيقدموا تقارير لقياده حزب العمال الكردستاني في اوروبا منظمه حزب العمال الكردستاني في اوروبا اي نشاط سياسي ثقافي اعلامي على اي مستوى ينبغي ان يكون مشفوعا بموافقه منظمه اوروبا او قياده حزب العمال الكردستاني في اوروبا وهذه القياده يعني تبلغ تبلغ القياده العامه الموجوده في جبال قنديل بمعنى يعني يعني كان يعني مش صعب ولا يعني بالشيء المستحيل إذا رياض الرار لا يجرؤ على مساءلة آه إلهام أحمد وزهاد كوباني أو آه علي رحمون ما ما عندهم هي الجرأة ما عندهم هي الشجاعة أنه يسألوا إلهام أحمد هفال إلهام أحمد رفيقة إلهام أحمد هل قدمت استقالتك النهائية من حزب العمال الكردستاني أم لا لكي نتناقش في المسار السوري والمسار الديمقراطي ما فينا نحكي معك عن الديمقراطية وعن الهوية السورية وعن الانتماء السوري وعن لملمة المعارضين يعني إلا بعد ما نعرف هويتك النهائية انتمائك النهائي انتمائك السياسي النهائي نحن ما لنا علاقة بمعتقدك الأيديولوجي تحبي أوجلان تعبدي أوجلان أه تعتنقي افكار أجل لكن على الصعيد التنظيمي على الصعيد الاداري على يعني في الالتزام العضوي كانساني ككيان آه انساني آه انت ينبغي ان تكوني يعني مقطوعه العلاقه مع احزاب سياسيه خارج الاطار السوري خارج الحدود السوريه هذا شيء بديهي ومن حق اللي حضروا هذا المؤتمر يطرحوا يطرحوا هيك اسئله ومن الواجب على الهام احمد آه ان تجيب بوضوح وبصراحه وبالوثائق. هذا من جهه من جهه اخرى يعني آه يكون الامور يعني, لي آه يعني على وضوح وعلى بينه وعلى شفافيه يعني قوات سوريا الديمقراطيه ممثله بالمظلوم عبدي في 2020 2021 صرح لمركز اداره الازمات الدوليه في بروكسل واعترف بوجود 3000 عنصر اجنبي طبعا اعترف بوجود كوادر حزب العمال الكردستاني وقال انه سيصار الى اخراج هؤلاء في اطار جدوله زمنيه الموجودين في المؤتمر طارق عزيزي بدر منصور مين كمان يعني يفترض ان يطرحوا على مسد على الهام احمد وعلى زهاد كوباني شو صار بجدوله اخراج العناصر الاجنبيه من قصد تنظيف تنظيف قسد ومسد والإدارة الذاتية من عناصر حزب العمال الكردستاني ذلك التصريح ذلك الوعد الرسمي للرأي العام العالمي اللي قالوا آه مظلوم عبده شو صار فيه قبل ما نخوض يعني آه يعني نحن كمعارضة ننتقد الوجود الروسي وننتقد الوجود التركي وننتقد الوجود الايراني لكن في الاداره الذاتيه الديمقراطيه التي تعلن بانه لا علاقه آه يعني تنظيميه وعضويه مع حزب العمال الكردستاني انما علاقه سياسيه ايديولوجيه عقائديه لا غير يعني لا اكثر ولا اقل آه هذا التصريح تصريح مصدوم عبدي يعني ينبغي ان يخضع للمساله يعني طيب شو صار يعني شو الى اين وصلت مساعي اخراج العناصر الاجنبيه اللي هي عناصر حزب العمال الكردستاني من سوريا من المناطق الكرديه من روجافا من مناطق الاداره الذاتيه الديمقراطيه شخصيا يعني ككاتب معارض لحزب العمال الكردستاني ومعارض للاداره الذاتيه الديمقراطيه انا سبب معارضتي للاداره هاي الاداره وسبب معارضتي لقسد ومسد هي, هي الاسئله يعني ما في شيء شخصي يعني اذا استقالت اعلنت الهام احمد استقالتها الرسميه بوضوح وشفافيه فينا نتعامل معها انا فيني اتعامل معها كقسد قسد ومسد من القصص لكن أنا لا يمكن أن أتعامل معها كحزب العمال الكردستاني وينبغي أن تظهر وتبرز لي هذا السند سند قطع علاقتها النهائية مع حزب العمال الكردستاني يعني في حال يعني شخصيا أنا لن حتى ولو وجهت لي الدعوة لن أحضر هكذا ملتقيات أو مؤتمرات يرعاها حزب العمال الكردستاني من وراء الستار لأنه أنا بعرف الموضوع كله استثمار باستثمار استثمار سياسي يعني وللزوم الدعاية وانه استقطبنا من الائتلاف موفق نيرابية والتحالف اللي صار مؤتمره ببرلين جبنا شوية من هون وشوي عناصر نسوية وشو كمان ومن الاخوان ومن حزب الشعب حزب الراحل رياد الترك ويعني من هون لملمنا مجموعه من الكتاب والباحثين يعني طارق عزيزه او يعني كل الطيف المتنوع هن بيسجلوا على انه نوع من المكاسره انه يا معارضه يا سوريا يا ائتلاف يا ما بعرف شو انتم سعيتم إلى يعني تجاهلنا ومحاربتنا لا نحن بإمكاننا نساوي يعني التكتل السوري المعارضة الخاص بنا المنصة المعارضة الخاصة بنا وندخل ونفرض حضورنا عن طريق هذا التكتل على يعني المؤتمرات المستقبلية المتعلقة في مستقبل سوريا ومصير سوريا والنظام سيكون راضي عن ذلك لانه النظام السوري يعني بده زلمته يعني موزعين شيء على الائتلاف شيء على التحالف لقاء برلين شيء على جماعه الفصائل التابعه لتركيا يعني ان يكون شبكه الاختراق الاخطبوطيه في اجسام المعارضه السورية قوية وما في مشكلة ان يعني ان زاد كتلة جديدة، منصة جديدة، منصة بروكسل. منصة موسكو، منصة القاهرة وفي منصة بروكسل كمان مش مشكل يعني. ف يعني اعتقد انه نقطة نظام ومن بديهي من بديهيات الـ الـ اصول التعامل والشفافية والصراحة في التعامل طرح هكذا اسئلة على على هذين العنصرين اللي ما زالا عضوين في حزب العمال الكردستاني حتى لحظة تسجيل هذا الفيديو فهذا المؤتمر يعني أنا شفته هيك شوي غريب صراحة أنه حتى الترتيب التكوين يعني قاعدين وكأنه فرح يعني الطاولات موزعين مجموعات على هاي الطاولات لا لا طاولة طاولة مستديرة لا طاولة مستطيلة لا يعني صفوف ما في هالشيء اللي يوحي بجدية الأمر أو ب أو بمهنية أو بحرفية إعداد وتحضير وترتيب المؤتمرات المتعلق اللي يفترض انه هي مؤتمرات سياسيه حتى مش يعني مش ندوه ادبيه او ندوه ثقافيه قلنا يعني راح نقول مش مشكله خلي القاعده هيك على بساط احمد وكل مجموعه تلتف حول طاوله معينه وبيحكوا وبيتصوروا ويلتقطوا صور تذكاريه وبعدين بيرجحوا يعني انا حسب ما وسالت شوي يعني الاطراف الدوليه والجهات الدوليه الداعمه قيل يعني انا شفت تقرير عبد الكريم باغستاني لقناه اليوم يتحدث عن جهات دوليه ووزاره خارجيه الاتحاد الاوروبي ويعني آه لا تقصيت مدى مدى آه آه صواب وجديه هيك هيك شيء أه يعني تبين لي انه لا مش صحيح يعني المؤسسه السويديه شاركت عن طريق الزوم تطبيق الزوم يعني يعني مش مش صعب انه هي المؤسسه ترسل موفدها لكي يحضر ويمثل بشكل مباشر في الـ في الـ المؤتمر ولكنا شفنا يعني اسماء وصور لهي الشخصيات التي تمثل خارجية الاتحاد الأوروبي أو خارجية بلجيكا أو ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية يعني الجهات السياسية تنظر بجدية وتأمل يعني أن يتبخض هذا المؤتمر عن جسم سياسي جديد وجاد ومختلف عن الأجسام السياسية الأخرى يعني حالة من الفضول كانت يعني انا هيك استشفيت انه انه كل واحد يبعث المندوب تبعه اللقاء الديمقراطي في في برلين بيبعث مجموعه لهم يعني علاقه باللقاء الاخوان بيبعثوا يعني حتى يعني بعض الاصدقاء من المجلس الوطني شفتهم مجلس الوطني الكردي لكن ما كانوا بيمثلوا المجلس الوطني الكردي يعني بيمثلوا شخصهم كمستقلين الاكراد الموجودين في في المؤتمر كلهم بثنستا يعني يمكن شخص او شخصين الكل يدور في فلك حزب العمال الكردستاني الكل وبامكاني ان اذكر اسماء سواء على مستوى تكتلات او على مستوى شخصيات مثلا سعد الدين ملا اللي كان قيادي في حزب يكيتي الكردي ويعني انشق عن وصار يتودد لحزب العمال الكردستاني ويمدح قسد ومسد صديقه وشريكه في الانشقاق عبد الباقي يوسف هو ايضا كان قيادي في حزب ياكيتي حزب يكيتي الممثل حاليا في المجلس الوطني الكردي حبيب ابراهيم اللي هو ممثل حزب الوحده وكمان يعني يمشي على رصيف حزب الاداره الذاتيه وحزب العمال الكردستاني وزعيمه زار جبال قنديل شيخ آلي ايضا يعني مين كمان من الاكراد يعني يعني انا شفت بعض الاشخاص ما لهم علاقه لا بالسياسه ولا بالكتابه ولا يعني ما لهم علاقه لكن موجودين يعني ملأوا بعض المقاعد وما لهم هذا الحضور الفاعل والمؤثر كشخصيات عامه كشخصيات مؤثره في الشارع الكردي فقط انه هن بشكل او باخر مقربين او يتوددون ويتزلفون ويتملقون ويتلزقون لحزب العمال الكردستاني وراح راح يشوفوا هذا الفيديو وراح يعرفوا حالهم يعني فهذا الجسم هذا التكوين الهلامي اللي بيحكي عن الديمقراطيه ومسار الديمقراطيه بمنتهى البساطه أه مين مين اذكر يعني عبيده نحاس بمنتهى او مين أه لا نرجع للموفق نيرابيه استاذ بوفا انت بمنتهى البساطه فيك تطرح انه انتم جايبين جايبيننا هون ومسار ديمقراطي ومؤتمر كده. طيب شو صار بالحوار الديمقراطي مع المجلس الوطني الكردي مثلا مو على اساس انتم يعني كمجلس سوريا الديمقراطيه قوات سوريا الديمقراطيه كنتم الراعين والداعمين والداعين للحوار بين إدارة بيدة الإدارة الذاتية الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي أجدى وأولى أن تكونوا ديمقراطيين مع الأكراد مع الأكراد السوريين الأكراد اللي بيعارضوكم بعدين إذا نجحتوا بهي التجربة تجربة المسار الديمقراطي في البيت الكردي يا مسد يا إلهام أحمد يا زهاد كوباني اذا نجحتوا بهذا الموضوع فاهلا وسهلا معناته انتم صار عندكم تجربه تجربه في الاداره تجربه في اداره الازمات حل حاله الازمات بوعي ديمقراطي بسلوك ديمقراطي بخبره ديمقراطيه وانتم عم تحكوا كثير عن الديمقراطيه يعني في الاعلام وفي الادبيات وفي يعني اسمع كلامك اسد اشوف امورك استعجب، وين الديمقراطيه في التعامل مع المجلس الوطني الكردي؟ او الحوار او الانفتاح على على المجلس الوطني الكردي، شو صار بهذا الحوار؟ وهذا الحوار كان بدعم مباشر او غير مباشر من من الامريكيين يعني يعني فاقد الشيء لا يعطيه إلهام أحمد اللي هي مش ديمقراطية مع المجلس الوطني الكردي زهاد كوباني اللي هو مش ديمقراطي مع اللي بينتقدوه وبينتقدوا إدارته وبيطالبوا بالشفافية وبالجرأة وبالمواجهة وبالإرادة المستقلة عن حزب العمال الكردستاني مستحيل يكون ديمقراطي مع موفق بن أو طارق عزيزة أو بدر منصور أو آخرين أو اللي حضروا هذا كلام اللي يريد أن ينفيه أو ينتقده يعني أو ينكره ينبغي أن يبرز الدليل السند يعني أنا عندما أقول أن زهاد كوباني عضو في حزب العمال الكردستاني خلي يطلع بدر منصور بيقول هذا الكلام مصحيح أنا لما بقول إلهام أحمد لما تزل عنصر وكاد في حزب العمال الكردستاني خلي يطلع طارق عزيز بيقول لا انت انت مبالغ بهذا هذا الموضوع يعني يا اما يرضوا ويعلنوا انه معنا اي مشكله مع حزب العمال الكردستاني اهلا وسهلا يقودوا الاداره الذاتيه يقودوا دير الزور الرقه يعني يقودوا السويده معنا اي مشكله مع حزب العمال الكردستاني ويبلعوا كل الكلام اللي كانوا يقولونه عن حزب العمال الكردستاني وقصد الإرهابية وفيد من هذا الكلام السابق الذي كان يقال في مؤتمرات أخرى للمعارضة السورية يبلعوا هذا الكلام ويمسحوه وأنا آسف يعني على التعبير يلحسوه هذا الكلام السابق كله كله أو نصه ويقولوا ما عندنا أي مشكلة مع حزب العمال الكردستاني، أهلاً وسهلاً. لكن حكي عن الديمقراطية مع قبول هذا الكيان الأجنبي الغريب، وهذا الكيان اللي بيخلق مشاكل مع دول الجوار، بيخلق مشاكل مع كرد العراق، يعني قبل فترة عمل تفجير إرهابي في في أنقرة. في مشاكل عويصه يعني في هذا يتسبب بها حزب العمال الكردستاني مصنف على لائحه المنظمات الارهابيه في الاتحاد الاوروبي، مصنف على لائحه المنظمات الارهابيه في في امريكا فيعني مش معقول انه هؤلاء الديمقراطيين اليساريين والعلمانيين والاسلاميين الموجودين بيقبلوا بهذا الوضع يعني بوصاية حزب اجنبي على مسار ديمقراطي سوري عقد له مؤتمر او نظم وعقد له مؤتمر في الع... في عاصمه الاتحاد الاوروبي بروكسل اللي بتعتبر هذا التنظيم تنظيم ارهابي يعني شيء آه... يعني ما بيحط العقل بكفله بي يعني واقع ال... ال... المعارضه السوريه ومستويات التخبط و, وال... يعني الابتذال والرخص في التعامل مع مع الحراك المعارض ومحاوله تبرير والتماس الاعذار لكل هذه السلوكيات يعني بيطلع لك واحد كردي بيشتمني انه طيب يا انت انت خائن انت ليش تنتقد وتكشف كل هذه العيوب وامام الو... انت لا تريد الخير لسوريا يا اخي انا اريد الخير لسوريا لكن ما يبنى على باطل باطل ما بتزبط هيك نحن ننتقد الائتلاف نحن ننتقد اللقاء الديمقراطي في برلين نحن ننتقد كذا انا رحت حضرت اللقاء الديمقراطي في برلين وشفت كمان يعني وعرض علي يعني في مساله ال ال التنصيب او مثلا التكليف مش قضيه انا دخلت في انتخابات وما انتخبوني وذكرت هذا الموضوع ما انتخبوني لعيب فيهم لعيب في وعيهم وسلوكهم الديمقراطي اللقاء الديمقراطي وذكرت هذا في في فيديو مطول وعرض علي يعني يعني من الدكتور مروان خوري من اشخاص اخرين وانا اعتذرت يعني أنا بقيت صديق لل... للقاء الديمقراطي ويعني أتواصل وبيننا احترام وكذا لكن رفضت أنه أن أستلم منصبا آه يعني هيك مسألة المنح أو التنصيب أو التوكيل أو التكليف أو سموها ما شئتم يعني لإنشغالاتي الكثيرة أيضا يعني المشغول في في الكتابة بال... في آه مشاغل الحياة لكن المسألة الأساسية أنا اعتذرت اعتذرت عن استلام منصب مهما كان رمزي يعني في هذا الخصوص يعني وأبواب الائتلاف كمان كان مفتوح وما زال مفتوح أنا بس ما أبواب المجلس الوطني يعني الآن إذا طلبت من المجلس الوطني الكردي أن أكون عضو في أمانته العامة أو في أو في لجنته الإدارية كشخص مستقل هل سيرفض؟ هل سيرفض؟ طبعا لا ما راح يرفض، ولكن انا لست بصدد الانتساب الى يعني لازم تكون الامور واضحه وبينه وظاهره وعلنيه وشفافيه. نحن بنحكي عن سلوك ديمقراطي، من تاسيس لفعل ديمقراطي وحراك ديمقراطي. مش معقول مثلا واحد عسكري ربما قتل العشرات. يجي ينظر لي في الديمقراطيه والحوار وكذا يعني يعني الموجودين في المؤتمر بيعرفوا انه الهام احمد عندما كانت مقاتله وتحمل السلاح قديش قتلت من الاكراد او من المعارضين او حتى من رفاقها بيعرفوا هذا الشيء ما بيعرفوا بيعرفوا زهات كوباني عندما كان مقاتل و... ويحمل السلاح داخل حزب العمال الكردستاني حجم الاعمال العسكريه التي ارتكبها يعني ما بيعرفوا هذا الـ 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 انا لا يعني ما بدي الخوض في الماضي لكن اضعف الايمان ان يطالبوا هدلوني القياديين الهام احمد وكذا يا أعضاء الهام يا رفيقه الهام يعني لا تحرجينا استقيلي استقيلي من حزب العمال الكردستاني وشان هوشان ما عاد ينتقد يتوقف عن النقد يعني أنتم باستمراركم بعدم تقديم الاستقالة لحزب العمال الكردستاني استقيلوا ولو ذر رماد في الأعين ولو كذب استقيلوا قولوا يعني نحن نستقيل ومن تحت الطاولة قدموا الاعتذارات لحزب العمال الكردستاني نحن ساوينا هيك لزوم الـ الـ يعني الاستهلاك الإعلامي وتخفيف الضغوط علينا يعني هاي كمان ما بيساموها يعني يعني كذب عيني عينك كذب وبفجاجة ووقاحة أنه لا يعني وتكتب هذا يعني هل مسائل هي في تقدير المثقفين اللي حضروا هناك يعني شورج درويش اللي بيكتب في موقع يعني او يعني يحكي كثير عن العقلانيه وال لازم يا طبيعي وهو جاي من خنادق الحركة الكردية السورية إلى الخندق الأبوتشي طبيعي وهذا من حقه الديمقراطي أنه يطرح على إلهام أحمد هيك أسئلة ولا يؤجلها مشان يعني يعرف مع مين عم يحكي هل يتحدث مع إلهام أحمد بوصفها مده. الظاهري الشكلي رئيسة مجلس سوريا الديمقراطي أو وزيرة خارجية الإدارة الذاتية أم يتحدث إليها كقيادي في حزب العمال الكردستاني لازم يوضح إذا بده يتواصل شورج درويش مع حزب العمال الكردستاني في عنوان واضح يروح يتواصل بشكل مباشر مع هذا الحزب ما يفوت بقنوات الالتفافيه وملتويه لا يعني بامكانه ان يعني أن يتواصل مع جميل بايك بشكل مباشر بشكل مباشر و... وخلاص يعني انتهى الأمر مش مش بس يعني شورش او يعني انا ما عندي مشكل مع كل هؤلاء لكن انا احاول ان اضع امامهم هم استحقاقات الثقافيه والسياسيه وكلام عن عن الديمقراطيه وعن الوعي وعن المعرفه وعن العقلانيه والموضوعيه يعني ما يعني ما ينظروا في الواقع العملي يمارسون يعني نقيض ما يقولونه في التعاملات السياسيه سواء كانت خلفياتها منفعه او بزنس سياسي او كذا هالتفاصيل كلياتها فهذا الكيان او ملتقى مسار او يعني اي ديمقراطيه ترتجى من هذا الخليط مثل مثل يعني عندنا بالبلد يعني بالكردي انه القرشي او الغجر بي بيلموا البرغل من من بيوت لكن سيدات المنازل اللي يعني بيطبخوا البرغل مختلف نفسهم مختلف يعني سيدة عن أخرى من طريقة في طريقة الطبخ في طريقة السلق في كل هذه المسائل هنالك اختلاف فالبرغل الغجري أو القرشي عندما يعرض في الأسواق كان يعني أرخص سعرا من البرغل الاصيل اللي مش عباره عن خليط او هجين يعني الديمقراطيه لا ان نجمع تيارات هيك ونضربهم بخلاط وبيجوا بيلتقطوا صور وكذا ويوافقوا على اوراق ما بتزبط هيك الديمقراطيه مش قضيه مكاسره مع الائتلاف او مع المجلس الوطني الكردي الديمقراطيه انه تكون واضح مع نفسك انك تكون واضح مع قاعدتك انك تكون واضح وسليم ومنسجم ومتصالح مع ما تطالب به هاي هي الديمقراطية بدك تأسس ديمقراطية في بلد منكوب وموبوء بالحرب والاقتتال الداخلي الأهلي والتمزقات الاجتماعية تبلش من نفسك يا زهاد كوباني بدك تبلشي من نفسك يا هفال روناهي العام أحمد ما تجي يعني ممكن يعني آه ينخدع يعني ممكن يعني مع احترامي لبدر منصور او للاخرين، ممكن ينخدعوا بهذا الكلام اللي انتم آه يعني بتسوقوه عن انفسكم، او تصدير مجلس سوريا ديمقراطيه على انه بالفعل مجلس سوريا ديمقراطيه، بس انا ما فيكم تخدعوني وحتى عمليه الخداع اللي تمارس على هؤلاء الموجودين اللي حضروا شاركوا بهذا الملتقى لن تستمر طويلا لن تستمر يعني عبد الرزاق عيد كان بيروح وبيجي سري مري بعدين دخل في حالة تصادم معكم هيثم المناع نفس القصة كثيرين يعني هدلوني من الطيف العربي اللي تواصلوا معكم وشافوا انه يعني بتبيعون حكي وتستثمروهم يعني فما في جدية في هذا الموضوع أنا شخصياً والأيام بيناتنا يعني ما في جدية في هذا القصوص شوفوا يعني مسألة يعني كدليل بسيط جداً 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 لكل من يشكك بهذا الكلام هذا تصريح لي مظلوم عبدي باللغة الكردية منشور الترجمة يعني ينفي أي علاقة بالصراع الدائر بين العمال الكردستاني والدولة التركية داخل تركيا شوفوا ممتاز يعني يعني هالتصريح هذا جميل وممتاز ويحاول ان ينأى بنفسه عن هذا الصراع بس هو بيعرف وانا بعرف والناس الموجودين الان في روجافا وفي شرق الفرات والامريكيين كمان والاتراك كمان وحزب العمال الكردستاني كمان بيعرفوا انه مظلوم عبدي بيكسب وبيحط نفسه في مواقف ضيقه يعني هذا الـ هذا التصريح للاستهلاك الـ الـ المحلي انه نحن ما لنا علاقه بهذا الموضوع شلون مالك علاقه؟ شلون مالك علاقه؟ انت ايضا حتى الان لم تقدم استقالتك من حزب العمال الكردستاني انت كنت قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني عضو لجنه مركزيه وقائد ميداني شلون مالك علاقه هات فهمني يعني طيب مش مشكله مالك علاقه ينبغي ان تصدر اوامر وتعليمات انت ومجلس سوريا الديمقراطيه للمؤسسات الاعلاميه التابعه لادارتكم بما يكونوا يعني صوره طبق الاصل عن اعلام حزب العمال الكردستاني، انا ادعو الصديق طارق عزيز والصديق بدر منصور ومين كمان من اللي حضروا والصديق شورج درويش واحد كردي يعني شورج درويش انا بحياتي ما شفته، لكن يعني اعتبره في في مقام الصداقه، اهلا وسهلا مش مشكله. الثلاثه يشكلوا لجنه ويفحصوا محتوى الاعلام اعلام حزب العمال الكردستاني وكاله فرات نيوز واعلام الاداره الذاتيه وكاله حوار نيوز يشوفوا المحتوى ومدى التطابق في العناوين وت... ما يعني تصديقا للامر شوفوا هذا الخبر أي أيوة وكالة هوار نيوز التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية اللي ما لها علاقة وتبعية عمياء مع حزب العمال الكردستاني تنشر خبر يعني على أساس أنه شوفوا صياغة الخبر الموجودة الترجمة الموجودة وروحوا على وكالة فرات نيوز راح تشوفوا أنه الموضوع يعني تطابق لدرجة لا تطاق في نشر الصور في نشر الأخبار في نشر التحليلات في 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 آه يعني إذا قالوا عن المجلس الـ الـ الوطني الكردي خاين في فرات نيوز في هوار نيوز نفس القصة إذا قالوا عن آل البرزاني أنه خونة وحزب العمال الكردستاني بيهاجم بيهاجم آه في مؤسساته الإعلامية ديمقراطي الكردستاني وآل البرزاني وكالة هوار نيوز وأعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية يحذون نفس الحذو طبق الأصل في معاداة الديمقراطي الكردستاني والقيادة الكردية العراقية يعني عمال الكردستاني يعطس هاد لونه بيعطس والعمال الكردستاني بيسعل هاد بيفرح بيفرح وبيزعل, 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 وبيزعل بيزعلوا شو هاد شلون انت مالك علاقه اذا اذا على الصعيد الاعلامي انت كالببغاء الاعلام تبعك اعلام ببغائي يكرر و ويلوك ويمج اسطوانه حزب العمال الكردستاني. يعني شوفوا على مستوى المحتوى هاي اللجنه تشوف وتبت وتصدر تقرير يعني شهر محتوى شهر اكتوبر شهر واحد بس في وكالة فرات نيوز ووكالة هوار نيوز واثنين وحدة تابعة على للإدارة الذاتية الديمقراطية ما بعرف شو ووحدة تابعة لحزب العمال الكرساني بشكل مباشر لحتى تعرفوا أنه نفس قصة صحيفة البعث والثورة والتشرين وربما أسوأ وبالتأكيد أسوأ فيما يتعلق ب يعني التطابق مستويات ونسب التطابق بعدين يعني هذا الكلام أنه نحن ما لنا علاقة عزيزي ما لك علاقة بدك تقدم أدلة بدك تقدم براهين أنت حتى هذه اللحظة والكلام موجه لي مظلوم عبده حتى هذه اللحظة لم تقدم استقالتك من حزب العمال الكردستاني شلون ما لك علاقة حتى هذه اللحظة زهاد كوباني يخضع للتحقيق وللإهانة وللبهدلة من كوادر حزب العمال الكردستاني وانت بتعرف هذا الشيء إلهام أحمد تخضع للتحقيق والبهدلة في جبال قنديل وتجبر يعني القيادة يعني أجبرت على إعادة إلهام أحمد إلى روجافا بضغط أمريكي والا يعني كانوا شالوها يعني من من مكانها بياخذوا ال دار خليل بيحطوه بالتدريب بي والبرورده وبعدين بيرجعوا انت جاي تضحك على مين؟ جاي تبيع المي بحاره السرائين تضحك على عقول الناس مش هيك مش بهذه الطريقه تنأى بهذه يعني مناطق روجافا وشرق الفرات عن ال ال ارهاب الدوله التركيه اللي يستهدف المناطق الحيويه ويستهدف الحاضنه لكن كل هذه الاستهدافات لا تحرك فيكم شيئا لكي تتخذوا موقفا من حزب العمال الكردستاني وتقولوا خلاص الله يعطيك العافيه ويعني نحن يعني لك حزب العمال الكردستاني مدين لكم مدين لكم يا مظلوم عبدي يا إلهام أحمد يا زهاد كوباني هذا الحزب مدين لكم أخذ من أعماركم 30 30 أكثر من 30 سنة فأنتم بمنتهى البساطة بإمكانكم تجنبوا نفسكم والكيان السياسي وستحظون باحترام يعني الكل المجلس الوطني الكردي الطيف المعارضة الديموقر... وقتها ستصبحون ديمقراطيين حقيقيين وطنيين حقيقيين احكوا عن الوطنية السورية من يعني للصبح لأنه في شيء يعني, و... يعني وقت ذاك تستندون على أرضية صلبة خلاص أعلنتم الطلاق النهائي المبرم من هذا التنظيم انتهى لا تعارضوا مش مطلوب منكم انه تنتقدوا وتعارضوا هذا التنظيم مثل ما انا بعارضه وبنتقده، لا مش مت... لكن على الاقل يعني اعلنوا خذوا مسافه وارفضوا ارفضوا ارفضوا, أرفضوا مشاريع وسياسات هذا التنظيم، هذا اوجلان الان الأجل... وهذا كلام موثق، واوجلان حاكي مع مظلوم عبدي. وهذا كلام موثق يعني وجلان حاكي مع مظلوم عبده وحاكي مع مع قيادة الحزب في قنديل ويريد ضم ضم شرق الفرات أيضا أسوة بعفرين ورأس العين وتل أبيض إلى تركيا و, و يعني مش بس المناطق الكردية في سوريا بل يعني المناطق الكردية في العراق مناطق نفوذ حزب العمال الكردستاني هذا مشروع سيفرض من قبل أوجلان مدعوما بالدولة التركية على الحزب وعليكم بقى أنتوا والمسار الديمقراطي تبعكم يعني حددوا من الآن التموضع الموضوع مش يعني عقد مؤتمرات يعني هزلية يعني شكلا ومضمونا هذا هذا أه هذا المستوى من النقد أه أكرر يعني ما في يعني أنا منفتح على الردود بس الردود العقلانية المتوازنة الموثقة الموضوعية اللي يعني تحاول أن ترى في كلام أوشان خمسين 50% على أضعف الإيمان أنه كلام صحيح و 25% بالمئة يعني قابل للاخذ والرد و25% مش صحيح مرفوض هكذا يعني يتم التاسيس لوعي ديمقراطي لحراك ديمقراطي لمسار ديمقراطي مش بالكلام والمؤتمرات ويعني جلب الناس هيك كيف ما أتقع. انا نحن بنعرف بعض حارتنا ضيقه او بنعرف بعض انا بعرف مستوى الوعي وعند إلهام أحمد ومستوى الوعي عند زهاد كوباني بعرف مستوى التقبل الرأي الآخر عند إلهام أحمد وعند زهاد كوباني نحن بنعرف بعضنا يعني فما يجي حدا يزايد في الوطنية أو في السلوك أو هذا كلام يعني آه من يود الرد أهلا وسهلا لكن بالسند بالبرهان المنطقي العقلاني الموثق اكتفي بما ذكرت واتمنى لهذا المسار الديمقراطي مؤتمر مسد النجاح واتمنى للموجودين المشاركين في هذا المؤتمر الدكتور محمد حبش والاخرين يعني ان لا يكون على جيدهم وارساغهم وألسنتهم و... حبل من مسد، دمتم آه بألف خير.